كابتن حسين السيد 2-0 بالظبط. وجديده بقى كابتن حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق كان تحدث عن برضه بطولات الاهلي، ولان الاهلي لا يتباكى مهم نفتكره. بطولات نادي الزمالك كلها مش عايز اقول بشرف وامانه ونزاهه خدها، عمرها ما كانت فيها مجاملات. هل ده معناه ان كتير من بطولات النادي الاهلي كان فيها مجاملات؟ مش باعترافي انا، لو انا ببطل. لا انا بتكلم حسين السيد. لو موجوده، وهديك كم مثال كده يعني، لو احنا بنتفرج على كوره اكيد كلنا بنفهم الكوره وعارفين الاوفسايد امتى يتحسب. شوف انت بقى، ارجع بقى كده للسبعينات والثمانينات، والكابتن حسن شحاته موجود اهو ربنا يديله الصحه. في مسابقه اتلغى، جون اتلغى من نص الملعب واترفع عليه اوفسايد، والبطوله وبنلعب النادي الاهلي واترفع عليه اوفسايد والماتش ده يكسبك كتير الدولي. من جماهير النادي الاهلي تقول لك انتوا ما عندكوش غير الواقعه بتاعت لا 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 في كتير، ما انا هديك مثالين ثلاثه كده وبعدين ترجع بقى للناس الاحصائيين. خدت بالك ازاي؟ طب اديني مثل ثاني. مثل ثاني، في سنه من السنين انا كنت احضرها 96 يعني هنذكر الاسامي عشان الناس ما تقولش لا حسين بيفبرك. الكابتن قادر عبد العظيم بيحكم لنا ماتش نادي الزمالك، احنا قبل الماتش ده باسبوعين يا جماعه احنا مش عايزين حكام مصريين، انتوا ليه مصرين على حكام مصريين؟ احنا عارفين، احنا كنادي الزمالك عارفين وكجماهير نادي الزمالك عارفين، اي حكم مصري بينزل الملعب بيتجه لميوله، والميول زي ما انا قلت لك لسه في بدايه الحلقه الميول كلها قواعد اهلاويه في كل حته. فكانت الميول دايما طب يا جماعه، فالوقت بيجري بقى قبلها باسبوع احنا بننبه عايزين حكم اجنبي حكم اجنبي، وكان من النادر على فكره ان يتحكم لنا اهلي وزمالك حكم مصري، كان من النادر، كان دايما بيجي اجنبي، ما تفهمش ليه الماتش ده بالتحديد. المهم الوقت بيجري بيجري بيجري، وقبلها ثلاث اربع ايام يقول لك لا اصل ما لقيناش اصل مش عارف ايه اتحججوا. فطلع طب يا جماعه ماشي ادينا لهم اوبشن ثاني، طب لو سمحتوا لو سمحتوا لو مصرين على حكم مصري بلاش فلان وفلان، وديناهم اسمين بالتحديد اسمين بالتحديد كانوا بيجوا عليكم في ماتشات الزمالك دول مصنفين نادي الاهلي رسمي. فقلنا له طب بلاش فلان وفلان، فلان وفلان دول في منهم اللي انا فاكره طبعا اسم الكابتن قادر عبد العظيم. المهم لغايه قبل الماتش ما ننزل منزلين ست حكام بيسخنوا وما تعرفش مين اللي هيحكي. بص التركه يعني بتحسسنا بتحس ان الاتحاد الكوره بتاع بيعلن يعمل لك ايه ده الاحداث والشواطه بقى. ست حكام نزلوا يسخنوا الملعب وانت مش عارف مين اللي حكم، لقينا فيهم برضو الكابتن ادري. نزل ادري عبد العظيم. المهم دخل اوضه اللبس ونزلوا مع السفاره، نزل الكابتن ادري ست دقائق والماتش بوظ. هو قال كلمه بس في النص خدها بسرعه كده، بطولات الزمالك ما فيش مجاملات عكس وبشرف وبعكس بطولات الاهلي اللي هي 41 ل 12 دوري. مش كده؟ يوم يقول لك مع في النص بقى، شوف بقى التناقض. وادي لك امثله كتيره. اشمعنى الماتش لا سيبك من جون حسن شحاته ده بقى اصل حاجه انت هترد عليها ده حاجه تضحك يعني. اللي قال لك الماتش ده كان معتدي يبقى حكم اجنبي. كل ماتشاتنا بتبقى بحكام اجانب. الا الماتش ده فوجئنا بقدر اللي احنا اعترضنا عليه، يعني انت بتقول بعظمة لسانك اهو كل الماتشات كلها بحكام اجانب، ورغم كده بطولاتك اكتر من بطولات الاهلي، يعني بطولاتك طيب. الحلال وبطولات الاهلي الحرام، يعني ازاي انت ازاي القدره دي على ما هو احنا هنرجع تاني اللي قلناه يا جماعه هتجدوا هذه نماذج كثيره تطلع. هتلاقي الكابتن حسن شحاته نفسه رد على كده على قمقم المظلوميه. لا ده 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 قمقم المظلوميه ده حاجه، لكن دلوقتي ده بقت حاجه ليها ثمن، حاجه رائجه هيطلع قول وهتستضاف وهتبقى موجود لمجرد انك تقول كلام حتى لما حدش لو انت هتفنده دلوقتي، ودي سهله جدا صحيح. جدا طيب اول تفنيده كابتن حسين السيد قال لك ماتشات القمه كانت دايما بتتلعب بالحكام الاجانب. طب ما هو بالحكام الاجانب يا كابتن حسين انت شخصيا حرست مرمى الزمالك ضد الاهلي في 10 مباريات بحكام اجانب، الاهلي فاز 7 مباريات 7 من العشرة بحكام اجانب، واخد بالك؟ ده حساب حسين السيد لوحده مع الاهلي. دخل فيك 12 جون من الاهلي في العشر مباريات ده بحكام اجانب. لكن النكته بقى مبدئيا جون الكابتن حسن شحاته احنا اتكلمنا فيه وقلنا لكم كانت ظروفه ازاي، والزمالك كان قبلها واخد مباراه المنصوره. قبل ماتش الاهلي والزمالك بتاع الكابتن حسن شحاته كان الاهلي عنده 34 نقطه والزمالك 32 نقطه.
لو ما اتلغاش هدف حسن شحاته اللي احنا قلنا لكم انه علي السيسي اعترف بوضوح على اللي حصل في المنصوره، كان هيصبح رصيد الاهلي 36 وهيظل رصيد الزمالك 32 بدلا من 34. يعني اللي انت خدته من المنصوره بدون وجه حق وبقرار جاي بتحاسب الاهلي عليه بجون حسن شحاته. لا الحته دي اه الاهلي الماتش ده خلص ايه؟ خلص ايه؟ تعادل ولا فاز الاهلي؟ تعادل. ايوه. لا تعادل 0-0 اظن. مش كده ولا ايه؟ غالبا. انا مش فاكر يعني. الفرق كان هيبقى نقطة. الفرق اللي بيتكلموا فيه كان هيبقى نقطة. يعني الجون ده لو هيكسب الزمالك كان الزمالك هياخد نقطة زيادة. طلب لو طب لو هيخلي الزمالك يتعادل كان هياخد الزمالك نقطة. طيب. الفارق اللي بيتكلموا فيه نقطة، هو الدوري خلص بفارق كام نقطة؟ أنت قلت 36 الأسبوع 24، الأهلي فاز على البلاستيك بقى رصيده 38، الزمالك فاز على الأولمبي بقى رصيده 34، في الأسبوع 25 احتسب الحكم هدف حسن شحاتة وتوقف رصيد الأهلي عند 38 والزمالك 36، طب في الأسبوع الأخير الأهلي يحتاج نقطة واحدة للفوز، الأهلي تعادل مع المنيا فبقى رصيده 39 والمقاولين فاز على الزمالك فتوقف رصيده عنده 36. يعني 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 انت جايب دوري لو اتحسب لك هيبقى الفرق 39 36. طب لما اتحسب لكش هتبقى 34. بالظبط. يعني منين جبت ان ده ضايع عليك دوري؟ منين جبت ان الجون ده ايه ده للاهلي بطوله؟ طب دي يعني سهله. دي اهم حاجه عشان لما تقعد تتكلم فيها ما تقعدش تتكلم دي عامله زي بطوله 2009 بالظبط. طيب. كابتن حسين السيد فوق على 96 قادر ابو عظيم قال لك الماتش اتلغى بعد قد ايه؟ ست دقايق. ست دقايق. الماتش اتلغى قبل النهايه بست دقايق. يعني الماتش اتلعب فيه 82 87 83 دقيقه. الاهلي كسبان 2-0. يعني الزمالك مع قادر عبد العظيم لعب المباراه. فيليكس جاب جون محدش يعترض عليه ابدا. الجون الثاني لحسام حسن الهدف الثاني الزمالك بيعترض عليه قبل النهايه بست دقائق، مش اعترض مش انسحب بعد الست دقائق. دي الغريبه جدا. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ الباك اللي كان المفروض مغطي حسام حسن في الجون نبيل محمود، واحنا دايما وابدا مش احنا اللي هنقول، صاحب الشأن وصاحب الواقعه يا كابتن حسين هو اللي هيقول. فهنفكرك رامبو كان هو السيرد باك بتاع هذه المباراه، كان نادر السيد مش حسين السيد هو الحارس، لكن ما ينفعش نستند الى راي حد الا راي لاعب الزمالك بنفسه اللي كان مغطي حسام حسن. احنا كنا بنعرض دلوقتي المباراه الشهيره عام 1996 بين الاهلي والزمالك واللي انسحب فيها الزمالك في اخر خمس دقائق بعد جون فيليكس. وحضرتك اللي كنت مغطي، هل انت كنت مغطي ولا كان هو اوفسايد يا كابتن نبيل؟ لا في الحقيقه ما كانش اوفسايد خالص يعني. ما احنا كمان يعني لو الناس ما تعرفش الساده المشاهدين كان انسحابنا بامانه ما كانش بسبب الاوفسايد، كان بسبب كان في شويه لو حضرتك فاكر يا كابتن مدحت شويه لغط على حكم المباراه قبل المباراه. فاحنا لحد وقت المباراه ما كناش نعرف حكم مين. فكان وقتها النادي الاهلي طلب حكم معين يستبعد يعني، ونادي الزمالك طلب حكم معين يستبعد. ففوجئنا في المباراه ان الحكم اللي الزمالك طلبه يستبعد هو الموجود. اللي هو الكابتن ادري عبد العظيم. يعني هو انت عارف بيبقى في بعض يعني بعض الحكام بيبقى يعني يتهموا، هم طبعا هو راجل قاضي والمفروض ان ما حدش يعلق يعني على قراراته او يعلق على قراراته. لكن يجي يقول لك ده زملكاوي ده اهلاوي وهكذا، واحنا عارفين يعني بعض الحكام بيتهموا ان هم زملكاويه واهلاويه. فاحنا بامانه ادينا مباراه تحت ضغط كبير قوي من مجلس ادارتنا في المنصوره، شايفين مشاكل كبيره واحنا في الملعب مش عارفين ناخد قرار، وقبل المباراه والجهاز الفني بتاعنا ما قدرش ياخد قرار. فبامانه كان خروجنا من المباراه يعني خلاص، هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. وطبعا النتيجه كانت 1-0 والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا، يعني المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. لكن هي الكوره ما كانتش اوف سايد خالص بقى. لا طبعا ما كانتش اوف سايد. لكن يا كابتن حسين احنا جبنا حاجه من عندنا، رامبو هو قال لك
الهدف في الدقيقه 42 قبل النهايه بست دقائق. ثانيا قال لك واحنا كنا خلاص قلنا علينا ونرمي كرسي في الكلوب ونضلمها على الاهلي. الهدف كان صحيح 100%. ما هو الصوره اهي لا تكذب. متغطي يجي بمترين. اه رامب هو اللي مغطي كمان نبيل محمود. هو عشان كده عارف اكتر واحد. هو شايف انه قدامه على شماله على قدام يجي بمتر ونص تقريبا. بالظبط. كابتن حسام فهو قال لك لا لا احنا يعني والراجل يعني والله دي رجوله يعني حاجه. بس يبقى هو اللي قاله حسين السيد ما يختلفش على اللي قاله عفت نصار. انه قادر عبد العظيم بعد الماتش ده جه بقى رئيس قناه ومدير البرامج الرياضيه في قناه الاهلي. قناه الاهلي ما كانت لسه حتى مش اللي هو ده في 96 وقناه الاهلي في 2008. ما يعني بحكم ما سيكون يعني. قالوا له اول ما نعمل قناه هتمسكها. لا هتمسك بس الاهلي اداله بومب وما مسكش مدير البرامج الرياضيه على اساس ان دي قناه الصحه والاسره. ايوه ايوه برامج الرياضيه.